السلام عليكم. اليوم غادي ندير معكم الطاجين ديال الكفته ديال السرديل والكولا. ما فيش شحمه اليوم، ما فيش شحمه، غادي يكون واحد الطاجين صحي مغذي بنين بكل المعايير. تابعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تشوفوا التفاصيل. راه شفتوا انتم هنايا الضيفه راه كلاو منها بعدا ذاقوا. يلا بسم الله. هنا مطيشه كنطحنها، عندي هنا مطيشه وكندير معها ديما الفلفله الحمراء حيت كتعطيها واحد البنه وكتعطيها اللون بحال الا زدتو معها التحميره. كتجي بنينه بصراحه ملي كديرو الصلصه فيها الفلفله الحلوه الحمراء كتجي بنينه، كتعطيها لون اكثر. نطحنها. من بعد ما طحنت مطيشه كنوجد لاصوص طوماط هو الاول. دابا الطاجين ديالي انا ديما كيعجبني نطيب في الطواجن، ندير شويه ديال الزيت البلديه وشويه ديال الزيت الروميه. عندي هنا الدنجال، شتو الدنجال كنديرو من التحت هو الاول باش يعطيني واحد التعليكه في الطاجين. ملي كديروه هو الاول كيطيب، كيدوب من التحت نخليوه يطيب كيعطينا ديك التعليكه. فرشت الوجه ديال الطاجين الدنجال، نزيد دابا خيزو قطعته هو رقيق. انا الدراري ديالي كيعجبهم خيزو مع الحوت. هنا البطاطا حتى هي قطعتها باش كيجينا الطاجين مقوم وكيجي كيشبع، نستفوها كذلك. غادي نقص العافيه. دابا نرش عليها شويه ديال الملحه، نغطي الصلصه. ما غاديش نديرها دابا، نخلي الخضر يطيبو وندوز دابا نطحن الحوت. الشاف جاب ليا السرديل هو منقي وجاب ليا هاد الكولا نديرها معاه، نحيد ليها الهبره ونخلطها مع السرديل حيت ما بغيتش ندير الشحمه. حنا كنديروا الشحمه مع السرديل في الكواري ديالو في الكفته، ولكن شاف ما صالحاش ليه الشحمه غادي ندير ليه الكولا. عندي هنا واحد البصله قطعتها هكا طراف، عندي الثومه راس صغير ديال الثومه حيت الكفته كتبغي الثومه. وعاد غادي نجيب الربيع وقزبور المعدنوس، ربيطه ديال قزبور المعدنوس. هنا نحاول انا نفيلي الدجاج، نفيلي ماشي الدجاج، نفيلي الكولا. نقدروا نخليو ليها هاد القشره اللي كيبغيها، راه حتى هي ما خايباش كطحن، ونقدروا نحيدوها اللي ما كيستحملهاش. انا غادي نحاول نحيد ليها القشره ونعزل غير الحيمات باش نطحنهم مع السرديل. دابا غادي نطحن الكفته ديالي. هانتوما الربيطه اللي تكون مهمه ديال الربيع، القزبور والمعدنوس. الحوت كيبغي القزبور والمعدنوس وخصوصا الكفته. بسم الله. انا غادي نبدا نطحن، غادي نقص شويه الصوت ما غاديش نهضر لان الماكينه راه كدير السرعه. الكفته ديالنا هي واجده حنا، هانتوما ما شاء الله. دابا غادي نديرو ليها التوابل. دابا غادي نزيد الملحه الكافيه، الحيت راه ما كيبغيش الملحه كثيره. نديرو التحميره معلقه كبيره، واحد معلقه صغيره ديال القزبر اليابس، معلقه كبيره ديال الكمون، ديما على حسب الكميه ديال الحوت اللي عندكم. واحد معلقه صغيره ديال سكينجبير، شويه البزار معلقه صغيره. صافي هادو هما المكونات اللي غادي ندير. بسم الله. وطبعا دابا نعجنو الكفته، تخلط مزيان. هنا ممكن نطحنو مع الفلفله حره، اللي كيبغي الفلفله حره نقدروا نطحنوها مع الحوت. انا غادي نخلط كلشي هادشي ونرجع لكم. صافي الكفته ديالي انا خلصتها مزيان، الشوكي كتجي راطبه عرفتيها الزافي بدي كتجي خفيفه. غادي نمشيو دابا نطلعو على هذاك الطاجين اللي درنا فيه الخضره فين وصل. طابت الخضيره،
الا جاكم منشف في الطاجين وما تلقوش الخضره ما تلقاتش الماء، تقدروا تزيدوا ليه شويه ديال الماء. هذه صلصه الطماطم اللي طحنا، طحنت مع الفلفله الحمراء، ديما العافيه ناقصه. غادي نحاول نوزع مطيشه بالتساوي، نوزعها على الوجه ديال الخضره بلا ما نخلطها باش يبقى المنظر زوين. نعاود نخلي هاد المطيشه تطيب شويه، نغطي عليها ونخليها تطيب واحد 15 دقيقه عاد نرجع ليها. هانتوما المطيشه ديالي بدات كطيب، خصها تنشف شي شويه. راه زدت عليها هنا شويه ديال القزبر ومع النص، شويه ديال الملحه وشويه ديال التحميره، ما تصوروش ليا. دابا غادي ندير الكويرات ديال الحوت ديال السردين مع الميرلو. بسم الله، انا كندير الكويرات صغار، ما كنديرهمش كبار. كاين اغلبيه اللي كيدير كوري الحوت كيديرهم كبار. صافي غادي نستفهم بوحيده بوحيده. المنظر ديالهم الا كانوا مستفين راه كيجيو زوينين. نكمل بهذه الطريقه ونرجع لكم. من بعد ما كملت الكفيته كنعاود نزين بطريقه ديال الفلفله. كيعجبني انا نزيد الفلفله من الفوق، الفلفله الحاره مهمه. هنا عندي مطيشه سوغيز، انا كنحتفظ بها في الكونجيلاتور. ملي كتبقى عندي كنخاطها تكثر كنديرها في الكونجيلاتور. ولدي انا عزيز عليه هاد الزيت كيبغيها ضروري كنزيدها ليهم فوق الطاجين. واحد لمسة مهمة لا ما نساها، الحامض في الشعر ضروري كنديرو قطع ديال الحامض. الطاجين ديالي ها هو واجد، ها الشفا الغدا ها هو. كنبغي نزيد واحد شويه ديال زيت العود من الفوق، كتكون طريه ما طيبه ما والو، كتعطي واحد المذاق واعر 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 واعر. البنه ديال الكفته هي زيت العود، الكفته ديال السردين، شويه ديال الكمون من الفوق نعاود نزيدوه. وها الطاجين ديالنا واجد بالصحه والراحه، غادي ندوقوه بعدا هو الاول. أشكون بغي يدوق؟ يلا هاكا هو معاك. سخون. يلا خليتي. نتوما المريقة راك الكفتة كتشرب المريقة، إلا خليتوها نشفات كاس سميتو ما تلقاو فيها والو. واعر. واعر جبتيها. يلا هز الطاجين. يلا اللي كيشاهدنا اول مره يشترك في القناه، يلقى على الجرس يوصل الجديد، حطوا اعجاب، حطوا تعليقات ديالكم، اقتراحات ديالكم، تشجيعات ديالكم. شكرا على المتابعه ديالكم وبصحه وراحه مع هذا الخبيز. راه فات مني درت لكم الخبز ديال الدقيق القمح الكريم، شوفوا حتى هو حتى الزرار هانتوما كيجي مفشفش. وهذا راه كنت محتفظه به في المجمد في الكونجيلاتور، يعني بحال يلاه طيبته. يلا بالصحة والراحة.